السنة الأولى الابتدائي، السلام عليكم. سنقوم الآن بحل نموذج من اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات. نبدأ على بركة الله. التمرين الأول، أكمل لتحصل على متتالية عددية. لدينا العدد 25. 25 يسبقه أو قبله العدد، جيد، العدد 24. بعده 25، بعده أحسنتم 26. 26 تصبح المتتالية 24، 25، 26. لدينا العدد 10 يسبقه، جيد، 9. 9 قبله أيضا، أحسنتم، 8 تصبح 8، 19. لدينا العدد 19، 19 يليه العدد، جيد، 20. وبعده، بعد 20، أحسنتم، 21. إذن تصبح المتتالية 19، 20، 21. لدينا العدد 21 يليه، أحسنتم، 22. بعده، أحسنتم، 23. تصبح 21، 22، 23. التمرين الثاني، أكتب بالأعداد أو بالحروف. لدينا العدد 18 مكتوب بالأعداد، إذن نكتبه بالحروف، تصبح 18 10 10. 35 مكتوب بالحروف، إذن نكتبه بالأعداد، تصبح 35. العدد 23 مكتوب بالأعداد، نكتبه بالحروف، يصبح 23. العدد 32 مكتوب بالحروف، نكتبه بالأعداد، يصبح 32. نراجع، 18، 35، 23، 32. ثانيا، لون النجمة الثانية والسابعة. إذن نحسب، 1، 2، نلون النجمة الثانية، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. هذه النجمة السابعة، رقم 7. نلون النجمة السابعة. نراجع، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و8. وهكذا نكون قد انتهينا من حل الاختبار. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.